حنا اليوم جينا تنديروا واحد الوقفه احتجاجيه لليوم الثالث على التوالي. جينا كنحتجوا علاش حقاش ما عندناش الماء. الماء نقص لنا في البير ديالنا، ولينا كنموتوا بالعطش. السكينه كتعاني من نقص ديال الماء، وكتعرفوا الدور ديال الماء. الدور الماء كيجي في المرتبه الثانيه من بعد الاكسجين. حيدوا لنا الماء، حتى واحد ما سول فينا، لا السلطات لا منتخبون. كنمشيو عند المجلس المنتخب كيصيفطنا عند السلطات، السلطات تترجعنا عند المجلس البلدي، ولينا فحال الكره كيلعبوا بينا. لهالدرجه ولينا رخاص في هذا الوطن الحبيب. حنا كنعانيو من النقص ديال الماء، او بعض الاحيان انعدام الماء. للاشاره عندنا سهريج مائي باقي جديد في الدوار المجاور، خسر عليه الدوله ما يقارب على 170 مليون ديال السنتيم، وما بغاش يعطيونا الماء. خلونا بايد واحد السيد باش يسني الاتفاقيه، الاتفاقيه تقول ان السهريج ديال الجماعه هو في التراب ديال ولد حمو، وتستافد منه لا تعطوا السفلى والجوار. خلونا بايد واحد رئيس الجمعيه ما بغاش يسني لينا، خلونا منا ليه، ما عرفناش دابا فين نمشيو، تلفنا. واك واك عباد الله، واولاد عطوا السفلى تتموت عطشا. عندنا المشكل ديال الماء، وليدي حنا كبار وصغار، كلشي مضرورين، بغينا الماء، حنا بغينا الماء وليدي المسؤولية ديال حتى الماء راه ما عندناش، الله يرحم لكم الوالدين، راه حنا بغينا الماء، يستر عليكم ويحفظكم، أوليدي راه حنا بغينا الماء مضرورين حنايا وليداتنا، راه حنا كلشي لا بهيكمات لا وليدات لا كلشي وليدي ما عندناش الماء، جاي شهر هذا وحنايا وليدي في الماء، ما عندناش، حنا تنطلبوكم إن شاء الله يا سيدي ربي يزيد في أيامكم ويزيد في قرانكم. ويسهل عليكم ويجيب لكم التيسير. ما جا عندنا وليدي تا واحد، ما جا عندنا لا مسول لا من يسول لا تا واحد ما سول فينا. ودركا وليدي حنا تنطلبوكم وانتم طلبوا الله تعالى والله يقادكم الخير. والله وليدي لا تنصبنوا تا جا داك السيتير هنايا مسعده صبنا. والله العظيم ما كذبت عليك رانا حاجه، والله ما كذبت عليك، لا تا جا داك السيتير هنايا مسعده صبنا وداوش وليداتنا. كما تلاحظوا ان الساكنه كامله خارجه تتعاني من مشكل في الماء الصالح للشرب. هذا المشكل مطروح عده شهور، ودقينا جميع الابواب منها المجلس الاقليمي والجماعه القرويه عندنا، وتا واحد ما رد علينا بشي جواب لي يطمئن الساكنة كلهم. وحنا من هذا المنبر بغينا نبلغوا الرسالة ديالنا أن غنبقاو خارجين حتى تتحقق الأهداف ديالنا، لأن المطلب ديالنا هو مطلب بين الماء الصالح للشرب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.